انا الاخوان وصلت الخاص بجبو العوان واول واد وهي المناظر الرائعه اول جميله فين جيت هاد البلاصه ولكن سكان هاد المكان قالوا لي ما دخلتيش لواحد السجن مهجور كاين تحت هذيك القلعه حتى هو الدراري ما وصلتش معاه توغل في البلاصه ولكن هادشي علاش يا الاخوان شوف هادشي راه خطير بزاف المهم ماشي قلب هاد الحبس اللي قلت لكم نهار ولا ما غلط حبو مرحبا انا اليوم غادي نمشي نحبو من التاريخ غادي ناخذ داكم الاخوان يا خاص تكون العوان التاريخيه ولكن راها خطيره مهدده بالانهيار انا دابا غنتوغل مزيان قلب على السجل المهجور اللي كاين تحت هاد القلعه انا ريت الدراري توعكت دابا انا نقسم الليل هنا ما يمكنش دابا نرجع من هنا اللي حدا البلاصه كتفرتش خصني نطلع من هنا طلع من هنا وقيلا لقيتو الدراري على ما كيبان لي هادو الحفاري اللي كلعلو منهم الماكله بحال هكا كاينين في السجن القاره تحت بكناس كيبان لي هو هذا الدراري دابا باش يقلب الحب والباب انا تبعت الطريقه الدراري ولقيت الباب راهو عيشوا معايا الجو هادي هي موغلة هنايا البيت تاعي الدراري عيشو عيشو هاهو التالت كاك على القضية هنا غير بصح هاهو الرابع هاهو هاد الحفار ديال قبيل هما هادو كاين ربعة الغرف كل غرفة ربعة الحفار منهم كيلوحو الماكلة ومنهم الضوء ومنهم شراجم كيدخلو منهم الهواء كيتستنشقو منهم الأكسجين وهادو هما السجون الحقيقيين ومن هنا غادي نخرج خرج من داك السجن المهجور قطع سموعك هنايا ما فهمت والو ولكن انا لا حيت انا اصلا نينجا وهذا هو الجامع بس جيت خاص باش بول عوان هو هذا الاشرع ترى تاريخ وتاريخ كبير واش كاين باش لكم التاريخ ولا لا ترى نعجبكم اش بدت لكم القصر اش بدت لكم تاريخ او خبايا ها ملي تزوروها تفكروني ديزا فين كتسكنوا الدراري نتوما ثانيه بول العوان اش تقولوا لهاد الناس هادو انا هابط مكرول لي هاد الدراري ايوا كراط اي عاد 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 الواد الدراري انا مشرب ولا عطاش لا ما كاين لا ولا عطاش لا والو القضيه مغيسه انا راه شربت هنا غنشرب الطراب خلت نطلع للدار ولا عطاش باش يولي الخبز